تعال نروح بقى نرصد حاله الفرحه الكبيره اللي عليها جماهير واعضاء النادي الاهلي في اهلي الجزيره والزميله مريم سميح. عودة ليك طبعا يا كابتن ايمن، ببارك لك وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. الاهلي لا يقبل الا بمواجهه الكبار. الاهلي الى نصف نهائي كاس العالم للانديه وهيواجه ريال مدريد ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل زي ما قلنا طبعا قبل الماتش. يعني قضيه جديده لقفشه يا كابتن ايمن، طبعا زي ما انت شايف احتفال كبير جدا، فرحه اهلاويه عارمه بتعم على مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه ان يعني الحقيقه هدف في الوقت القاتل طبعا زي ما احنا كلنا تابعنا، وزي ما بقول لك طبعا قضيه جديده لقفشه. خلينا طبعا يعني ناخد دلوقتي اراء اعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، تقول ايه النهارده عن اداء رجاله النادي الاهلي وتاهلهم لنصف نهائي كاس العالم للانديه؟ الف مبروك لمصر كلها وسيادة الجمهوريه، ونقول للكابتن ايمن شوقي وللمعلوم اللي معاه الف مبروك، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والحمد لله غلبنا النهارده 1-0. الفقر ان شاء الله باذن الله بدول الاربعه ان شاء الله هنلعب مع ريال مدريد، هنلعب مع كل ان شاء الله باذن الله، وهنلعب مع مدريد برضه ان شاء الله. قفشه وقضيه جديده، تقول له ايه هدف الوقت القاتل الحقيقه يعني قتل الماتش، تقول ايه لقفشه النهارده؟ هي القضيه الثانيه دي، يعتبر القضيه الثانيه بالظبط في التوقيت يعني بالظبط. والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الماتش دوت كان صعب عشان كنا هنلعب ريال مدريد، انما دلوقتي لما تيجي تلعب ريال مدريد ان شاء الله باذن الله هتبقى الماتش هيبقى احسن واحسن باذن الله، وان شاء الله في النهائي باذن الله. بطل امريكا النهارده سياتل ساوندرز كان بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يعني يمكن فريق مجهول، شايف النهارده الاداء ازاي قدام سياتل ساوندرز من رجاله النادي الاهلي؟ والله في البدايه بس احب اشكر الكابتن ايمن شوقي والضيوف اللي معاه، واشكر مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب انه مساند الفرقه رغم ان في تعب وكل حاجه بيستحمل الضغوطات وبيساعدهم وبيساندهم، وبشكر طبعا اللعيبه كلها ومجلس المدير الفني والجهاز الفني كله، وكان في 11 راجل في الملعب والباقي اللي على الدكه كلهم رجاله، وطبعا قفشه يعني معودنا طبعا ان هو لازم يفرحنا، وده وان شاء الله هنقابل نادي القرن الافريقي هيقابل نادي القرن الاوروبي، وان شاء الله نشوف ماتش كويس وان شاء الله نعمل اداء مشرف ان شاء الله، وان شاء الله نوصل للنهائي. لسه مستمرين معاك يا كابتن ايمن في رصد طبعا ردود الافعال عقب انتهاء طبعا او تاهل النادي الاهلي يعني نصف نهائي كاس العالم للانديه. يعني تقول ايه النهارده رجاله النادي الاهلي، شايف ازاي المواجهه اللي جايه قدام ريال مدريد؟ طبعا زي ما احنا عارفين مش اول مره نقابل الكبار، شايف ازاي متوقع ايه للماتش اللي جاي قدام ريال مدريد؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حابب اشكر اللعيبه كلها النهارده، وحابب اشكر الجهاز الفني ومجلس الاداره كله. والماتش اللي جاي اكيد هيكون صعب، لان انت بنتكلم على اسم معروف للناس كلها، ريال مدريد فريق قوي، لكن لما نيجي نتكلم برضو عن النادي الاهلي عشان احنا جمهور النادي الاهلي واثقين في الرجاله كلها ان شاء الله، وان شاء الله الماتش اللي جاي يمكن يكون صعب، لكن مفيش صعب على النادي الاهلي، وتعودنا على كده من الاداره كلها ومن اللعيبه، دايما بيكونوا قد المسؤوليه وبيبقوا رجاله في الملعب. بالتوفيق ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله. تغييرات النادي الاهلي شايفها النهارده ازاي لمارسيل كولر؟ تغييرات النادي الاهلي شايفها ازاي النهارده قدام مارسيل كولر؟ تغييرات مناسبه جدا، بس هو بس كان الدفاع بتاعهم كان مش عارف كان فيه ايه النهارده، كان معاندنا بطريقه، بس ان شاء الله الاهلي هيوصل النهائي تعويضا للظلم تعرضناه في نهائي افريقيا اللي فات، والبطوله ان شاء الله تكون من نصيبنا ان شاء الله. يعني يمكن زي ما انت شفت معانا يا كابتن ايمن، دي بعض من طبعا يعني ردود افعال اعضاء النادي الاهلي هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، زي ما احنا قلنا وزي ما احنا شايفين كمان كل الناس بتهتف باسم قفشه بالنادي الاهلي دايما، النادي الاهلي لا يقبل الا مواجهه الكبار. طبعا لسه مستمرين معاك يا كابتن ايمن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، العوده ليك مره اخرى. شكرا جزيلا الزميله العزيزه مريم سميح.